نعم أم لا؟ لم يكن بيني وبين شيء غريب خلاف حينما كنت مديرا لمنتخب مصر. بص على السؤال وتجيني هنا في الإجابة. نعم. لم يكن بيني وبين، ما كانش فيه خلاف؟ من ناحيتي أنا ما كانش فيه خلاف. من ناحية الكابتن شوقي؟ أنا كنت بحب الكابتن شوقي جدا، وكان راجل بديله قدوة، لأن هو كان مدير، يعني كان مدرب بتاعي. ولكن كان في مشكلة عند الكابتن شوقي، إن هو كان يعني الإعلام كان بيتأثر بيه شوية، إن لما تحصل أي حاجة فبتنعكس، إن هو ممكن يعني مثلا أحد الصحفيين كتب في مايا كده عنوان، لأن هو كان على خلاف مع كابتن شوقي غريب، أحمد حسن أنا رجل الأول. فالكابتن شوقي عمل مشكلة وإزاي وكلام ده، يعني ما هو ما ينفعش تصريح زي ده يصدر مني. عمره ما يصدر منه طبعا، لأن صحيح. أنت ليك وضع كل، فكانت المشكلة مش عندنا خالص، لأن أنا بعرف أدي كل واحد، أحط كل واحد في حجمه وفي قدره. صحيح. اللي بعده، استبعاد النني من المنتخب لأسباب فنية قرار صحيح، نعم أم لا؟ لأسباب فنية؟ لا لا طبعا. تفاجأت من عدم اختيار البدري لي مدربا عاما بعد تجربتنا في بيراميدز، نعم أم لا؟ خليني أقول لك نعم أم لا؟ لا. ما تفاجأتش؟ لا. هقول لك ليه ما اتفاجئتش. ليه؟ هو كابتن حسام ما اخطاش، لو كان اخطا كان ممكن وقتها تتفاجئ، كان ممكن اتفاجئ، ان هو ما كانش الاخطاء، يعني ما كانش هو يعني صاحب القرار في كل الاختيارات. اللي بعده، كابتن حسام على الخلافات الكبيره اللي كانت مع عماد متعب والكلام ده وكده، قال لك لو هو مدير منتخب ما عنديش مشكله. لعب في الزمالك من افضل فترات حياتي، نعم ام لا؟ جزء طبعا من الحاجات الكويسه في حياتي طبعا، اكيد في لعب في نادي الزمالك. لبعض. يعني هو جزء، لان انا مع نادي الزمالك برضه، بتلعب في نادي كبير ونادي صاحب جماهير كبيره. صحيح. لبعض، حسن شحاته كان يتفائل باحماء احد اللاعبين دائما حتى لو اجرى كل التغييرات، نعم ام لا؟ نعم. بتضحك على ايه؟ ده حقيقي؟ السؤال ده السؤال ده انت والله العظيم عندك، مش انا والله، ما والله معايا في النت، والله ما انا ومتاكد مليون المية ان مش انت، مش انا والله. اصل خلي بالك الموضوع ده موضوع معروف على فكره، اتكلم بجد. والله موضوع معروف، هو صاحب الموضوع ده وصاحب الشان ده، هو ذكر يعني حتى كنا في احد الايفنتات، هو حكايه يعني الموضوع مش كان بيتفائل ان هو يسخن لعيب وما ينزلش. لا مش كده، لا صعبه صعبه دي. والله انت معاك عبد الباسط ده كويس، والجهاز بتاعه والمجموعه مع مويا. بص بس ده مش موضوع خفي على فكره، خلي بالك معلن. ايوه طبعا. هو انت ينفع تقول اقول لك على حاجه؟ ينفع طبعا. اذا كان محمد فضل نفسه وحكاه، هو محمد يعني فضل، محمد فضل هو حكاه. انا هحكي لك الموقف ايه. كنا في 2000، شاكر في 2008 و2010، فالكابتن حسن كان دايما محمد فضل لازم هو يقوم الناس تسخن، فهو كان، بص كان عنده في شويه حاجات تفاؤلات كده، يعني ما هو جده بعد الدقيقة 60 لازم ينزل خلاص، ما ينفعش يبدأ لقاء. هو بقى كابتن حسن ده مقتنع بكده، مقتنع بكده. ماشي. سيبك بقى قصة شيوخ، هي تفاؤل وتشاؤم يعني. ماشي. وده عادات، خلي بالك أنا ما بحبش ده. في يوم من الأيام هو فضل حتى أنا ما كنتش واخد بالي الموضوع ده، أنا فضل حكاية فاتحكى في كذا موقف يعني. فكابتن حسن عمل الثلاث تغييرات، ففضل قعد فبص فضل قال له أنت ما بتسخنش ليه؟ فقال له كابتن احنا عملنا الثلاث انا سخن، فاللي هو يعني فاللي هو كان حاجه كوميديه يعني مش اكتر. صحيح. طيب اللي بعده، اجابات سريعه بقى ما تفكرش كتير، الحضري كان يقبل الجلوس على الدكه بكل سهوله مع حسن شحاته، نعم ام لا؟ لا. لا. تعيين المديرين الفنيين في مصر يتم بالكفاءه، نعم ام لا؟ لا. عصرت لاعبين وحراس مرمى يهربون من المباريات، نعم. نعم نعم. تقدر تقول لنا اسماء؟ لا لا لا. ماشي. اللي بعده، عقوبات اتحاد الكره على اللاعبين في ازمه السوبر عادله، لا كانت يجب ان هي تكون في ناس اكتر من كده وفي ناس اقل من كده.
مين الناس الاكتر؟ خلينا طب ما نقولش اكتر، خلينا نقول في ناس حصل معاهم توازنات لتهيئه الجماهير والكلام ده وتهدئته بالظبط. اللي بعده، طلبوني في اتحاد الكره لكي اكون سفيرا لهم لارضائي، نعم ام لا؟ لا، هو نعم، بس مش عشان ارضائي ولا حاجه. لا، هو الموضوع مش كده، هي دي فكره. بيحاولوا ينفذوها. انا ما اعرفش برضه والله انتوا عرفتوا منين القصه دي؟ والله ما اعرف، انا والله ما اعرف. حد طلبك سفير؟ مش سفير، هم فكره اللجنه بتعملها. ان هو يبقى فيه سفره موجودين للاتحاد بيمثلوا الاتحاد. فكره عظيمه، هم مش فكرة اكيد كويس. مش هيفكروا في ارضائك بقدر ما هم هيفكروا في الاستفاده من اسمك. مش انا لوحدي، ده كذا حد، مجموعه ناس. طب ده هيتنفذ يعني؟ الله اعلم والله. هي الفكره كانت، انا والله ما اعرف. يعني الموضوع ده خلي بالك، ده الموضوع ده من اكتر من 3 شهور ولا حاجه. يعني صحيح. الموضوع بس ممكن يكون بقى اتصايب زي ما بيتصايب كل المواضيع. انما انا بالنسبه لي اتكلم معايا فضل وقال لي ان احنا عايزين نعمل حاجه بالاسماء الكبيره والاسماء اللي لعبت في اوروبا والكلام ده وكده، يبقى عندنا سفره هم اللي بيمثلوا الاتحاد المصري لكره القدم وكده. قلت له والله طب فكره كويسه، فكره جيده. انا اقرب واحد ليك، ما بتحكيليش الحاجات دي. والله عايز اقول لك على حاجه، مش موضوع كده. ده الموضوع ده من فتره طويله قوي ونسيته اساسا خلاص. طب يعني احكي لي الموضوع ده بعد احكي لي تفاصيله بعد الهوا. طيب تمام، يلا اللي بعده. بعد كده بس هم هيودوني ليه؟ يعني ولا النهارده عشان يجيب، هو بيجيب لعده حاجات كتير قوي، لتاريخه واسمه وبطولاته ونجاحاته. يعني مش عشان يديني هيديني عشان ايه وانا مش زعلان منهم اساسا؟ اؤيد وجود بند عدم تعارض المصالح في لائحه اتحاد الكره، نعم ام لا؟ لا لا تؤيد؟ لا اؤيد طبعا. تؤيد؟ لا اؤيد. لا تؤيد؟ طبعا. مش عايز بند يبقى موجود في اتحاد الكره لتعارض المصالح؟ اصل مهما تعارض مصالح دي يعني ايه يا طيب؟ معلش. يعني ايه معنى تعارض مصالح؟ يعني تبقى عندك شركه تسويق. سؤال يبقى سؤال. هو النهارده الناس اللي موجودين في اللجنه ما عندهمش شغل تاني؟ اكيد، بس لا تعارض مع ايه التعارض من وجهه نظرك؟ عشان برضه نفهم. هي بس احنا مش عايزين نفصل لوائح، انت فاهمني؟ يعني مش عايزين تفصيل. انما انا النهارده معلش حدد، يعني حدد حاجات معينه بهم. يعني حدد، قول التعارض يبقى 1 2 3 4. صحيح. انما عدم تعارض مصالح، طب انت عندك، انت راجل النهارده مثلا عندك شغلك. تيجي تقول لي يا هنا يا هنا. صحيح. طب انا سؤال. وده اللي يرجعنا للموضوع. انا لو عايز خلاص تختم. ده اللي انا قلته لك من الاول. يبقى انا بشتغل عمل تطوعي ليه؟ صحيح. ان انت بتمنعني يعني ان انا ابقى ليا شغلي وليا مصدر دخلي والكلام ده وكده. ماشي، نروح لاخر سؤال. يلا بينا. وليه المزيكا انا بسمعها اكتر من ظلمني؟ برادلي، ضياء السيد، مدرب اخر. اجابات سريعه، عايز اجابات سريعه جدا جدا. برادلي. اللي بعده. لاعب ليس له بديل، عبد الله سعيد، فتحي، طارق حامد. كلهم ليهم بدايل، انما اللعيبه كلهم، اللعيبه كلهم مهمين جدا. طيب اللي جاي اخر حاجه. لاعب اتمنى ان يرتدي رقم 17، السوليه، طارق حامد، دونجا. السوليه. يا كابتن احمد انت شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. هاي متالق كالعاده. ربنا يخليك. وممتع كالعاده وصريح وواضح، ودي اكتر حاجه يعني بتميزك عن ناس كتير وبتزعل ناس كتير. وبتزعل ناس كتير، ده حقيقي.